السلام عليكم. اليوم في مطبخ ام يونس جبنا وصفه بزاف سهله كما العاده وبزاف بنينه. حنا رانا في وقت الباذنجان وفي ايامات سخونين هكذا صيف، ما يوالمونا غير هذه الوصفات السهله واللي ما تديش وقت وتخلينا ما نوقفوش بزاف في المطبخ. وصفه سهله، تابعوا معايا الفيديو للاخر. هنايا في وصفة الباذنجان اليوم، واش درت؟ هادو جوج حبات تاع الباذنجان، نقيتهم وقطعتهم مربعات وقليتهم بدون ملح. كيف كيف عندي جوج حبات تاع بطاطا كبار، نقيتهم قطعتهم مربعات وقليتهم بدون ملح. كيف كيف هنا عندي نص حبة بصل ولا حبة بصل متوسطة، وعندي هنايا ثلاث حبات طماطم. هنايا إذا كان عندك كبيرة دير اثنين أو واحدة كبيرة. هنايا نحيت لها، نقشرتها ونحيت لها زريعة وقطعتها مربعات. إذا هنايا عندي شوية تاع الزيت، ندير عليه هذيك حبة تاع البصل ونخليها تقلى شوية. درت شوية تاع الزيت، ما نديرو الكترش، قليل فقط، نزيد شوية نقليو شوية هذاك البصل تاعنا، القليل تاع الزيت نخليوه يتقلى شوية. بعد ما تقلى عليها هكذايا البصل تاعي، نجيب هذه الطماطم تاعي ونحطها. هنا تحبو تسكرجوها تقدرو تسكرجوها. هنايا نزيد عليها صوص تاع الثوم، ثلاثة صوص ثوم كبار، نخليها تقلى شوية مع هذا الثوم. هنايا نضيف شوية تاع الماء، هانكسروش نزيدو شوية تاع الفلفل الأسود، نزيدو شوية تاع الريحان، كي يحب الحلو يدير الحلو، نخلي واحدة تجمر لنا شوية، زدت لها جوج مغارف تاع ماء قليل فقط. هنايا راح نضيف لها باش طيب لي هذاك البصل، وهنا راح نضيف لها نصف ملعقه تاع طماطم مصبره، ونحركها ونخليها تجمر لي مليح. هنايا كي تجمرت لي شويه واش نديرو؟ نجيبو هذاك الباذنجان تاعي ونحطو هكذا، غير هكذا فقط. نزيد ثالث خلو، نزيد هذيك البطاطا تاعي، نخليها تقلالي او كلش طايب. خليها فقط تشرب لي هذيك شويه تاع لاصوص وكملوا الوصفه. كيما كتشوفوا تقريبا طيب لي، نغطي عليها ونخليها طيب. هنايا بعد ما تجمرت لي نضيفوا عليها حبه تاع البيض، اذا عندي ديك حبه البيض، نزيد لهم شويه تاع الملح قليل فقط، ما يجيوليش صامطين. نضيف حبة تاع البيض، نخليو البيض تاعنا يطيب. تشوفوها واجدة، نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها وتشاركوها مع أصدقائكم وديروا لنا لايك واشتراك في القناة. وصفة بزاف شابة وبنينة،